روح روح اي روح. يقول لك ما تحلى طلعه الا بايش؟ مع فلام ابو تريكه. مع فلام ابو تريكه مش حتقدر تغمضني. قدم ابو يوسف طعس الرمايه الجهه الشماليه. روح روح لا ترفع رجلك. روح 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 ايوه روح. هلا ابو يوسف. طبعا يا اخوان احنا كلنا منسمين 18 19 فما احنا قادرين ناخذ عزم صح. تركي اول ثاني خفيف. هلا قلنا 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 ما شاء الله. كم كفراتك ابو يوسف؟ والله 20 انا 18 17 خايف على الكورونا. حقك حقك. يلا تفضل حبيبي احنا معاك احنا معاك. لا 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 مو محاوله. روح ابو يزن. ابو يزن بالسياره اللي اشتراها من محمود. الله يعين الثلاجه. ليه النمره ليه؟ ليه رديت نمره؟ رفعت رجلك ليش؟ حبه حبه؟ هو يا اخي خليك تتعلم. طيب. طب انا اسف. يو وش بدك فين طلع؟ من مكة من مكة يا تركي. والله من مكة. شوف وين طلع. يا ابوي طفى غسالتك. طيب. انا الارض جميلة شوف الان. الان الارض هنا انعدمت على تركي. والله هي صارت زي المطبات. بسببه وبسبب يزن. وشوف حتى الجرة يعني شوف الارض تدعسها جامدة حلوة. حلو 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 حلو. المشكلة الجهاز اليدوي مخليه مع ابو يزن انا. اي انطلق ابو تريكة. يا اخي خليك على القاطع بعدين عشك ثاني. عشان ياخذ العزم الصح. كفو ابو تريكة كفو. شفتوا اخذ جرة جديدة عشان يكون الخط نظيف وما يحس ما يحصل صعوبات هنا. تمام عليه. ادعس ادعس ادعس. ثاني خفيف طالع. طالع ثاني خفيف. لا 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 ليش انت رجلك على البنزين؟ ليش انت رجلك؟ ايش سوى يا ابو يوسف؟ كان رجع على البنزين. هيا خربها خربها خربتها.
لك ما تحلى طلع الا بايش؟ مع افلام ابو تريكه. مع افلام ابو تريكه مش حتتغمض عليك. شيء بسيط الحمد لله. اي والله السير طلع من مكانه وضرب المروحه صارت ما تبرد ما تلف رفعت حراره على طول وقفتها الحمد لله السير ما انقطع المروحه صار لها شيء شيء لا شي ما الحراره ما شفتها ارتفعت شوي على طول وصلت النص على طول طفيت حلو ما خليتها توصل المهم بس ارجع السير معك عده ولا لا؟ الله الله السير الثاني مو انا متاكد هذا سير حق مكيف حق كومبرسر مستغرب السير صغير كذا شوفوا تحت لا حتنحرق 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 المؤمن ما ينحرق المؤمن ما ينحرق اح كله اح مسكته تركي جبته جبنا العيد يا ابو يحيى ها اكلنا هواء اكلنا هواء لا طبعا ما في سير ما عندي سير طب السير هذا ما يركب لا طبعا حق مكيف هذا وهذا حق هذا حق المكيف هذا اهم شيء هذاك ما عادي هذا هو المهم دقوا على الشباب طيب اقول لك دقوا على الشباب ايوه احد يجيب معك المشكله ما عليه رقم سير فيتك ولا مو فيتك لا 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 ما هو اجي خيطني والله كويس ما انه ما انقطع عشان تجيب زيه خلينا ادور انا زمان كان عندي سيور زياده بس ما ادري جبته ولا لا ما اعتقد زي هذه هذه كواليس الطلعة لازم الحمد لله اي والله الحمد لله اهم طيب هو الحمد لله اصلا اقول لك شباب عندنا مشكلة تعالوا اطول دورت من هناك بجيت الان ابو يزن الله يعطيه العافية بسحب تركي ابو يحيى في احد جاي؟ شوف محمود اظن محمود يقول جاي دحين اكلمه يلا سلام يلا شوف العمود 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 تدق على العمود ايوه العمود يجي متاخر غير متاخر جنب الصناعيه عند بيت الصناعيه يلا توكلنا على الله طب لازم حق الدركسون ارجعه كيف الف ثقيل ما يلف يا اخي انا ماشي لي 3 شهور بدون دركسون ما حشغل على كذا طبعا ما تشغل فين وصلت ابو محمد أباك تعطيني أغنية مناسبة أو بيت قصيد بيت شعر مناسب للوضع اللي احنا فيه قفل الكاميرا عشان أعطيك ما ينفع كده انسحب الوضع اللي احنا فيه والله شو الوضع اللي عبي سحبنا تركي من طعس الرماية إلى خطر المخيمات حتفضحني أفهموها انتوا عاد العلم ما جاكم يا رجال قال خلينا على بال ما يجي ابو محمد نركب السير حق المكيف هذا هاي وينه هذا يركب هنا في البكره الرئيسيه ما هي واضحه والله ما هي واضحه خلينا نطلع كذا خلينا نشوف ننزل من هنا ايوه ايوه شوفوا هذه البكره ايوه وضحت هذه البكره الرئيسيه حق الكرنك فيها السير الاول يجي السير الثاني والسير الثالث حق المكيف قال خلينا ايش نركب سير مكيف ركبنا واشتغلنا وخلصنا وكل شيء وبعد ما خلصنا قلت له يا طريس كيف حنركب السير الرئيسي حق الدينامو والثاني حق الدينامو وهذه البكره كيف كيف قال لي والله فكنا مره ثانيه شوف السير اهو اوكي لما توصل للاخير اكثر يمين حتلاقينا على اليسار قاعدين نستنى سير وعندي احساس 99% انه السير ما حيركب لانه يمكن اطول يمكن اقصر يمكن غلط يمكن خلاص وصل ابو محمد وصل الدين ادينا بسرعه بيت شعر داري ايش خربني بالله بيت شعر والله نفسيتك تعبانه والله تعبانه كنت بطلع اصلا ماي بالروز بس ما ربي يعني انت شو معتز كيف ماشي 6 مليون يعني انت المفروض عارف ايش تحمد ربك وتشكره اي والله الحمد لله اي احنا كنا نطلع من هنا مسحوين بمكاين هيا استلم كمل 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 خبرنا في لا يا غبي لا يا غبي هنا يسار يلا طيف يلا طيف يلا طيف نتف العمود نتف هذا ما يقدر نتف العمود نتف العمود بس معتز بس بس Thank you.
يحمر يا معتز يا طليس في هناك ناس يا اخي سامحنا يا عم سامحنا احنا اسفين خلاص بطل ازعاج قفل اسمع انت ما تتكلم انت وسيرك طليس عارف ايش سوى قال اقول لك على بال ما ابو محمد يجي خلينا اسوي فكره ايش نركب سياره مكيف سياره دركسون اوكي لا عبكر الكرنك فيها ثلاثه مسارات سيور الاول راكب والثالث راكب الثاني كيف حنركبه والله هو اقسم بالله اقسم بالله هو مهم والله هو فكرة افكارك المروحة هذه هي المديانة ورا هذا ابو محمد ابو محمد جاء عندك مفكات معدة متكاملة اي عان عندك ها هذا الزبون من فين جاء من فين جيت انت اه طيب ابو محمد يلا لا حول ولا قوة إلا بالله ما أنت زعلان على نفسك؟ بالعكس تو كنت في غفلة يا شيخ إيش كنت في غفلة؟ كنت في غفلة بين التويوتا والجيموس والقرنبع هذا هذا العز أيد واحد؟ وريني العلامة بس بالله أوكي أما القرنبع شوف شوف واقفين واقفين بس ها؟ استراحة محارب العز الثاني والله استراحة مروح اقسم بالله بهذلنا تعال 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 انت مغضوب عليك شكله يا ابوي ارحم امنا يا ابوي ست ساعات نجيب سير السلام عليكم حلق ان شاء الله يوم السبت عشان طالع قطر المباراة النهائية قطر معاك انا ها الله يحييك الله يحييك شفت ترى قلتها ايش ترى متقاعد انا يعني بجي الله يحييك مقفول محمول مذبوح انا جيب فهم طيب مو مشكلة اوكي الله ابو سعد شايف ان ياسين يا محمود قايل لك يا مروح قايل لك نودي السيارة على الورشة مرة واحدة قلت لا طب استنى استنى الجرمو ماله ماله راس نسيت اسمه والله والله مغبوط ماله ميزانية قصدك انه يبعده نشوف طب اخواننا عندكم بس عشان حيصير في كلام غير لائق انه احنا نذيعه سلام